يا أهلا يا أهلا، اليوم بسوي معاكم تشيكن مسالة أو مسالة دجاج بطريقة مرة سهلة ومرة لذيذة. شايفين كل هالمكونات الموجودة قدامكم؟ مرة ما تحتاجينها. تبلي الدجاج، تبلتها بعصير ليمون وبهارات مسالة وزبادي، وخليه يتبل أطول فترة ممكنة، وطبعا لا تنسين الملح وثوم الزنجبيل، وخليه يتبل. كل اللي تحتاجينه لصلصتك من المكونات اللي كانت موجودة قدامكم موجودة في صلصة الكاري، وصلصة الكاري من بوك عبارة عن منتجات طبيعية راح توفر لك وقت. يعني انت امرأة عاملة او تبين تسوين غدا بسرعة او تبين تسوين شيء كذا سريع سريع مستعجلة لغرض ما، مرة بتفك لك أزمة. سهلة الاستعمال، ما يحتاج إضافة ولا شيء. تبلي دجاجك وسوي، تقدرين تسوينه اما تشوينه بالفرن او تقدرين في المقلاة دايركت، هذا شيء يرجع لك خلال 15 دقيقة بالكثير 20 دقيقة وصفتك جاهزة. طورت بوك علبتها وخلتها سهلة الفتح زي ما انتم شايفين علشان تبقى وتحافظ على المنتجات الموجودة داخلها او الصوص الموجود داخلها طازج لفترة طويلة. عندنا هنا يا بنات طريقتين، اما انك تشوين الدجاج او انك تسخنين سمنة، افضل وتضيفين عليها الدجاج. راح اضيف انا الدجاج الان، شايفين جدا ساخن. تقريبا يا بنات راح تاخذ لها حول العشر دقائق وبتكون مستوية، اما بالفرن بتاخذ لها حول 15 الى 20 دقيقة وبتكون مستوية. ليه؟ لان حرارة الفرن هنا توصل الى 800 فهرنهايت، بينما حرارة الفرن العادي توصل الى 500 فهرنهايت، عرفتوا؟ او 450. راح اقلبها شويات بس، زي ما قلت لكم ما راح تاخذ وقت وباذن الله بتكون مرة مستوية. زي ما قلت لكم 15 دقيقة بالكثير ربع 20 دقيقة وصفتك جاهزة. شوفوا هنا بدأت تنشف الموية، بس احنا نبغاها تاخذ لها لون التحميرة هذه، لون التحميرة والتجميرة هذه انا مرة ابيها في التكة مسالة، ضروري عشان تعطي طعم الشوي، فبخليها تاخذ لها التجميرة ونكمل الوصفة. الآن يا جماعة بعد ما أخذ التحميرة راح أستخدم صلصة الكاري من بوك بدون إضافة أي موية ولا أي شيء، بس تضيفون الصلصة حقت بوك. ما يحتاج إضافة أي سائل، خليها الآن بس عشان تأخذ لها التسبيكة والنكهة الحلوة، ما يحتاج إضافة ولا شيء زيادة. شايفين قوامها مرة حلو، قوام مرة جميل، وراح تتكثف أكثر شويات كمان. وخلاص حطيت أنا العلبة هذه من تقريبا 500 ملي كاملة حطيتها، بنخليها تتسبك شوي ونرجع لها. لما بدأت تتطابخ بنات راح أهدي الحرارة، بخليها على رقم 6 وراح أغطيها وأخليها بس 4 دقائق وهي جاهزة. احسبوا لها 4 دقائق بعد الغليان، تاخذ لها يمكن دقيقة غليان و4 دقائق بعد الغليان، وخلال ربع ساعة وصفتك جاهزة. راح نبدأ الآن ونحط المسالة حقتنا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف قوام الكريمة، قوام كريمي سلس، ما احكيكم عن الطعم ولا الريحة، كأنك في احد مطاعم الهند وكأنك تعبانة على الوصفة، وهي بكل سهولة وسلاسة ما اخذت معاكي مرة وقت. راح ازين، بس تعرفوني لازم ازين بالكزبرة، طبعا تقدرين تاكلينها مع خبز النان او مع الرز، طبعا مع خبز النان راح نسوي حصة تتذوق ألذ أحار. الريحة شيء عجيب، لازم الحين نتذوق. لذاذة يا جماعة، مش عادية مش طبيعية،
بكل سهولة بكل سهولة. سووها وادعوا لي. فعلا فعلا تستاهل الصوص، يستاهل الصوص انه يكون موجود في ثلاجتك لأي وقت طارئ.